اهلا وسهلا بكم واسعد الله اوقاتكم مع برنامج رواد الاعمال. معنا اليوم الانسه ثريا من مطعم البيت المحلي. انسه ثريا، ممكن تخبرينا وتخبر المشاهدين عن الاطباق والوجبات اللي تميز فيها مطعم البيت المحلي، ومن اي مطبخ اخذتوا هي الاطباق؟ المطعم البيت المحلي التخصص الاول تبعه هو لحم الجمل، وكنا ونحن دائما في الرياده، ونحن اول مطعم قدم لحم الجمل هون في دبي، خصوصا البرجر. في عندنا جميع الاطباق المتكونه من لحم الجمل، في عندنا برياني، سالونه، في عندنا سمبوسه، في عندنا كباب، في عندنا تيكا، في عندنا اهم شيء البرجر. هادو كلهم والشيفان تبعنا لساتهم يعملوا في اطباق جديده اللي قريبا باذن الله راح تنزل في المنيو. وفي عندنا اكل متنوع اكيد يواكب كل الأذواق وجميع الجنسيات، من العالمي، من المحلي اليمني، السوري، الإماراتي. بالنهاية ممكن تخبرينا وتخبر المشاهدين بتابعوكي كيف نقدر نوصل نتواصل مع مطعم البيت المحلي؟ كل الزوار اللي في الحي الفهيدي يلاقوا المطعم تبعنا عند المحور الدوراني في حي الفهيدي في حي البستقية، والفرع الثاني في دبي سفاري بارك مقابل قرية المستكشف وموقع الزرافات. وممكن تتواصلوا معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع جوجل، تلاقوا كل أرقامنا تبع الفرعين، وأهلا وسهلا فيكم، تشرفونا في أي وقت. تشرفنا فيك يا أنسه ثريا، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. أهلا وسهلا فيكم، شكرا.